بيبدأ الفيلم بسانجر وهو بيتكلم لما كان في الحرب، وبعدها بيصحى من النوم في الكابينة بتاعته على السفينة، وفي نفس الوقت بيكون أبوه رينس فورد هو وريكس وجون أصحابه بيتكلموا عن حبهم لصيد الدببة وأنواع البنادق وطلقات الرصاص اللي ممكن يصطادوهم بيها. ووقتها بيسألهم جون: تفتكروا الدب بيحس بإيه وانت موجه بندقيتك ناحيته؟ فبيقوله رينس فورد إن الدب حيوان مفترس، ولو أنا ما قتلتوش هو اللي هيقتلني. وبعدها بيقوله إنهم عايزين تحدي جديد لأنهم زهقوا من صيد الغزلان والحيوانات البرية التقليدية، علشان كده قرروا ان هم يروحوا لجزيرة عبارة عن غابة معروف عنها ان فيها دببة كبير علشان يصطادوا فيها. وهنا بيدخل سانجر وبيسألهم: احنا بقالنا قد ايه ونوصل الجزيرة؟ فبابا بيقول له: قريب جدا هنوصل. ولما بيسأله برضو مش عارف تنام بيقول له: ايوة وحلمت نفس الكابوس تاني. فبيعرفوا جون صاحب بابا انه بطل، وان الحرب اللي كان فيها مات فيها ابطال كتير زيه، وان المسألة مسألة وقت وبعدها هينسى كل اللي حصل له في ارض المعركة. وهنا بيدخل القبطان نيلسون وبيسألهم إذا كانوا لسه مصممين يروحوا للجزيرة اللي هم عايزين يروحوها، وبيفهمهم إن هم لسه قدامهم وقت يغيروا رأيهم لأن الجزيرة دي عبارة عن غابة كبيرة وما فيش فيها ناس ولا أماكن يباتوا فيها. فبيفهموا رينس فورد إن هم مش هيقضوا على الجزيرة غير كام يوم بس علشان يصطادوا فيه الدب اللي هم عايزينه ويرجعوا تاني. فبيقول لهم: افتكروا إن أنا حذرتكم. وفي نفس اليوم بالليل بيكون سانجر بيقرأ في الكابينة بتاعته، وبعدها بيسمع صوت انفجار فبيفقد الوعي وبيحلم بالانفجارات اللي كانت بتحصل حواليه في الحرب. وبعدها بيفوق وهو على شط البحر في الجزيرة، فبيقوم يدور على اي حد من اللي كانوا معاه على السفينة، فبيلاقي ريكس وبابا اللي بيجري عليه وبيقوله: الحمد لله ان انت لسه عايش. ولما بيسألهم على القبطان والبحارين اللي كانوا على الجزيرة بيقولوله ان هم غرقوا قدامهم. فبيفهمهم رينس فورد انهم لازم يدوروا على اي حاجة ممكن يستخدموها سلاح علشان يدافعوا بيه عن نفسهم، ولازم يدوروا على اكل ويولعوا نار. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت ضرب نار، ولانهم صيادين بيقدروا يحددوا ان صوت الرصاصة دي على بعد نص ميل منهم. فبيمشوا هما التلاتة ناحية المكان اللي سمعوا فيه صوت الرصاصة، فبيلاقوا ورقة شجر عليها دم وجنبها على الارض رصاصة بندقية. ولما بيكملوا طريقهم بيلاقوا كوخ خشب وقدامه نار، ولما بيروحوا ناحيته بيتفاجئ رينس فورد بعملاق واقف وراه، فبيبان عليه الخوف وبيقول له: احنا مش مسلحين وسفينتنا انفجرت ولقينا نفسنا على الجزيرة. وهنا بيظهر بارون كارل وبيقول له ان ده ايفن الحارس الشخصي بتاعي، وما بيسمعش ولا بيتكلم. وبعدها بيقول لهم: انتوا اكيد تعبانين وجعانين، اسمحوا لي استضيفكم عندي نتعشى وبعدها نحاول نشوف حل لمشكلتكم. فبيوافقوا وبيروحوا معاه. ولما بيدخلوا معاه البيت بيستغربوا من وجود حيوانات كتير متحنطه في كل مكان، فبيعرفوا رينس فورد بنفسه وبيقول له انه قرأ كل الكتب بتاعته اللي بتتكلم عن الصيد. وبعدها بيقعدوا مع بعض على السفره علشان يتعشوا، وبيعرفهم بارون ان في سفينه جايه الجزيره بعد 3 أيام علشان تنقلوا شوية معدات وإنهم ممكن يرجعوا عليها، فبيشكروه. وبعدها بيكلمهم عن طفولته وبيفهمهم إن أبوه كان راجل أعمال غني وهو اللي علمه الصيد، ومن لكنته في الكلام بيقدر ريكس يعرف إنه ألماني، خصوصا لما بيقول لهم إنه قدر يهرب أيام الحرب اللي كل عيلته ماتت فيها، واستقر بعد كده في أمريكا واستثمر الفلوس اللي ورثها عن أبوه في مجال الأمن، لكن حبه للصيد خلاه يتنقل ما بين غابات الأمازون وأماكن تانية كتير لحد ما استقر على الجزيرة دي واللي تعتبر محمية طبيعية للحيوانات. وبعدها بيسأل سانجر عن سلاحه في الحرب، فبيقوله انه كان قناص بيقدر يضرب ضحيته من على بعد 1000 ياردة، ووقتها بيفتكر لما قدر يضرب واحد من الاعداء في الحرب من على مسافة كبيرة جدا وقتله بطلقة واحدة. وبعد العشاء بيعرفهم بارون ان صيد الحيوانات مفيش فيه اي متعة، لكن لما تصطاد كائن ليه ارادة وعنده غريزة للبقاء احساس تاني لازم يجربوه. فبيعرض عليهم ان هم يصطادوا بني ادمين معاه، فريكس بيقول له: انت اكيد بتهزر طبعا. فبيقول له: انا عذرك لانك ما جربتش متعه صيد وقتل البشر، لكن لما نصطادهم مع بعض احساسك هيكون مختلف. وهنا بيقول له رينس فورد ان قتل الحيوان مش جريمه، لكن اصطياد البشر ده جريمه قتل، وان هم مش موافقين على اللي هو بيطلبه منهم. فبينادي على ايفن اللي بيدخل عليهم بصينيه عليها حاجه متغطيه وبيحطها على ترابيزه قدام بارون، فبيشيل الغطا اللي على الصينيه، ووقتها كلهم بيشوفوا الجمجمه البشريه اللي عليها. فبيقول لهم بارون ان ده آخر صيد اصطاده من أسبوع بعد ما ضربوا 3 طلقات قضوا عليه، وبيعرفهم إن هو هيضمهم للمجموعة بتاعته. ولما بيسألوا رينس فورد مجموعة إيه بيوريهم مجموعة من الجماجم البشرية، وبيعرفهم إنه عادل جدا مع ضحاياه لأنه بيديهم شنطة فيها أكل وخنجر وشوية معدات، وما بيبدأش يطاردهم قبل 3 ساعات من بعد ما بيسيبهم في الغابة، علشان كده هو ضميره مرتاح. ولما ريكس بيقول له: ولو حد فيهم رفض إنه يدخل اللعبة المجموعة
المجنونة بتاعتك دي بتعمل فيه ايه؟ فبيرد عليه ان ايفان بيعذبه بطريقته، ويا اما يوافق انه يكون طريقتي ويبقى عنده فرصة في النجاة، يا اما يموت على ايد ايفان. فبيقول له رينس فورد ان هما مش هيشتركوا في الجريمة دي معاه. وفي اللحظة دي ايفان بيضرب ريكس على راسه وبيقتله، وبعدها بارون بيضرب رينس فورد طلقتين في صدره. فبيحاول سينجر انه ينقذ باباه وهو بيعيط، فبيطلب باباه منه انه يهرب ويجري باقصى طاقته. اما ايفان فبيكمل ضرب فريكس بالسلاح اللي معاه لحد ما بيخلص عليه. وفي نفس اليوم بالليل بياخدوا سينجر وبيدوله شنطه فيها الاكل والمعدات اللي تكفيه، ووقتها سينجر بيلاقي اتنين متكتفين، وبيعرف من بارون ان اساميهم ماري وكوين لان، وبيفهمه انه بقاله اسبوع حابسهم على الجزيره وانه هيطاردهم معاه. وبعدها بيديهم الامر وبيقول لهم اجروا، فبيجروا. وتاني يوم الصبح بيقف سينجر على تله عاليه في الغابه وبيشوف منها الجزيره كلها. وبعدها بيقابل ماري وكوين لان، فبيرفع كوين لان عليه الخنجر اللي معاه، لكن سينجر بيفهمه ان هم في صف واحد. ووقتها كوين لان بيطمن وبينزل الخنجر، وبيعرفوه ان هم اخوات وانهم كانوا رايحين يزوروا ابوهم، وسفينتهم انفجرت قريب من الجزيره. ولما بيسالوا كوين لان تفتكر في امل نخرج من هنا، بيقول له احنا ثلاثه وهم اتنين، واكيد لو اتحدنا هنقدر نهرب. وبعدها بيمشوا هم الثلاثه مع بعض جوه الغابه لحد ما بيعرفهم سينجر انهم مشوا مسافه كويسه، واكيد بارون بعيد عنهم دلوقتي، وعلشان كده يقدروا يرتاحوا شويه. وفعلا بيناموا. وتاني يوم الصبح بيصحى سينجر على صوت بارون وهو ماشي جنبه، وهو رافع بندقيته وبيدور عليهم. ووقتها ميري واخوها بيصحوا، فبيطلب منهم سينجر ان مفيش حد فيهم يتحرك من مكانه، لكن كوين لان بيطلع يجري، فبيمسكوا ايفان من رقبته، وقبل ما يقتله بيضربوا سينجر، فبيسيب كوين لان وبينزل ضرب في سينجر، وقبل ما يقتله بتضربه ميري بالخنجر في رجله فبيقع على الارض. وفي اللحظه دي بارون بيضرب كوين لان بالنار فبيقع على الارض، واخته بتفضل تصرخ، لكن سينجر بياخدها وبيجري. اما بارون فبيقول لكوين لان اللي لسه بتكون فيه الروح انه ما يستاهلش الرصاصه اللي اتضرب بيها، وبيحط رجله على رقبته. وبعدها بيسمع سينجر وميري صوت رصاصه تانية، فبيقول لها ان اخوها اتضرب برصاصه الرحمه، فبتتنرفز عليه وبتقول له ان بارون مجنون وما يعرفش الرحمه، فبيعرفها ان هما لازم يبعدوا عنه على قد ما يقدروا. وبعد ما بيمشوا شويه في الغابه بياخد سينجر فرع شجره وبيحاول ان هو يصنع منها سلاح، وبيعرف من ميري ان هي واخوها كان نفسهم يروحوا نيويورك ويفتحوا هناك محل يبيعوا فيه الشوكولاته اللي هي بتعملها، ولما بتقوله انها كان نفسها تشوف نيويورك بيوعدها ان هو هياخدها هناك بنفسه. وبعدها بتقف ميري في وسط الغابه لوحدها، فبيقرب منها بارون وهو رافع بندقيته ناحيتها، وساعتها رجله بتيجي في الحبل اللي على الارض، فبيندفع ناحيته جذع شجره وبيقع عليه، وبينجح سينجر ان هو يوقعه في الفخ اللي صنعه مخصوص ليه. ووقتها بيطلع سينجر يقف جنب ميري اللي بتقوله يا رب يكون مات، لكن بارون بيضرب عليهم رصاصة بتيجي في دراع سينجر، فبيجروا هما الاتنين، وبارون بيشيل من عليه جذع الشجرة وبيقوله أنا معجب بيك لأن أول مرة فريسة توقع الصياد في فخها. وبعدها بيقول لهم هروح أعالج جرحي وأرجع لكم تاني، وبيجري بعيد عنهم. فبيكملوا جري في الغابة وبعدها بيقفوا، وبتطلع ميري ضمادات من الشنطة اللي معاها وبتربط له الجرح، وفجأة بيظهر قدامهم راجل كبير وبيهددهم بالخنجر اللي معاه، فبيعرفوه إن بارون بيطاردهم، فبيقول لهم إنه مش هيقدر يساعدهم، لكن ميري بتطلب منه ان هو يساعدهم لانه لو سابهم دلوقتي جرح سينجر هيتلوث من الغابه وهيموت. فبيقول لها انا عندي بنت قدك وانت فكرتيني بيها وعشان كده هساعدكم، وبياخدهم معاه للكوخ اللي هو عايش فيه، وبيعرفهم ان بارون ما بيجيش الناحيه دي من الغابه. وبعدها بيبص من الشباك وبيقول لهم انه من هنا يقدر يكشف الغابه كلها، ولما بيلاقوا عنده علب اكل بيسالوه جاب الاكل ده منين، فبيفهمهم ان شنط الناس اللي بيصطادهم بارون بتكون على شط الجزيره، وانه بيلاقي فيهم اكل لبس وحاجات بتنفعه. ولما بيلاقي سينجر عنده صندوق فيه قنابل يدوية بيسأله جبتهم منين، فبيقول له انه لقاهم بطريقته. وهنا بيسألوه ليه ما حاولش يهرب بسفينة المعدات بتاعت بارون، فبيقول لهم انه لوحده ما كانش هيقدر يستولى على السفينة، لكن دلوقتي هم تلاتة وهيقدروا يستولوا على السفينة ويهربوا. ولما بيسألوا سينجر انت كنت بتشتغل ايه، بيعرفه انه دكتور واسمه بن، وبعدها بيخيط له الجرح وبينام وهو ماسك الخنجر في ايده. وتاني يوم الصبح لما سينجر بيصحى بيلاقي بن واقف يبص على حد بره الكوخ، ولما بيقرب منه بيعرف ان اللي واقفين بره هما بارون وايفان، وفي نفس الوقت بيطلب بارون من ايفان انه يدخل يجيبهم له. ولما بيدخل ايفان الكوخ بيهاجم سينجر وبيدخلوا في معركه شرسه مع بعض،
ولما بتحاول ميري تضرب إيفن بيضربهم هما الاتنين، وقبل ما يقتلهم بيحاول بين إن هو يتدخل ويساعدهم، لكن إيفن بيقتله فبيستغل سانجر الفرصة وبياخد ميري وبيهربوا من الباب الخلفي للكوخ. وفي نفس الوقت بيفجر بين القنبلة اليدوية اللي في إيده وهو بين الحياة والموت، فبيحصل الانفجار وهو وإيفن بيموتوا. وبعدها بيقرر سانجر وميري إن هما يروحوا ناحية البحر علشان يهربوا بالسفينة، لكن رجل ميري بتقع في فخ دببة، فبيحاول سانجر إن هو يساعدها لكنه ما بيقدرش، فبتطلب منه يهرب بسرعة قبل ما بارون يرجع، وهنا بيضرب بارون نار على سانجر فبيهرب وبيوعدها إن هو هيرجع لها تاني. أما ميري فبتوجه خنجرها ناحية بارون، لكن هو بيتجاهلها وبيفضل ينادي على سانجر وبيقوله إنه هيقتلها لو ما ظهرش، لكن ميري بتقوله إنه مش هيرجع لأنهم مش هيسمحوله إن هو اللي يفوز في اللعبة اللي حطهم جواها، فبيضربها وبتفقد الوعي. وفي نفس الوقت بيوصل سانجر لشط البحر، وهناك بيلاقي الشنطة بتاعت باباه واللي بيكون فيها البندقية بتاعته، فبياخدها وبيرجع تاني للغابة. وبعدها بتفوق ميري فبتلاقي بارون معلقها في شجرة ومكتفها، وبيهدد سانجر انه لو ما ظهرش هيقتلها، وهنا سانجر بيضرب عليه نار وطلقة منهم بتيجي في ايده، فبيجري وبيسيب ميري وبيرجع على الكوخ بتاعه، لكنه بيتفاجئ بسانجر موجود هناك فبيبان عليه الخوف وبيقوله انا استسلمت وانت اللي كسبان، لكن سانجر بيرميله خنجر على الارض وبيقوله حاول تقتلني. فبارون بياخد الخنجر وبيحاول يهاجمه، ووقتها سانجر بيقدر ياخد منه الخنجر وبيقتله بيه. وبعدها بيرجع تاني لميري وبيحررها وبيروحوا ناحية البحر، فبيلاقوا سفينة المعدات بتاعت بارون بتقرب على الشط، فبيمسكوا ايد بعض وبيروحوا ناحيتها. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.